ايه يا عم ده يا عم انت؟ ايه؟ المزيكا خلصت هنعمل ايه؟ لا نعيدها من الاول عادي مفيش حاجه. يا سلام. بقول لك ايه يا ولا؟ ايه؟ شايف البامبرز اللي انا لابسه ده كبير ازاي؟ ايوه بقالي 3 ايام بعمل كل حاجه فيهم كفي عادي. ايه يا عم ده امال ايه اللي بينقط ده؟ لا ده بتاع التكييف. والله يا عم انت عسل. والله انت اللي عسل. ربنا يخليك. احنا نبقى اصحاب بقى. ليه ما نبقى اعداء؟ نبقى ايه؟ اعداء. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل ده اعداء ليه يا ابني؟ احنا لسه في اول يوم في الحضانه نبقى اصحاب. ماشي ماشي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي شعبان. ايه ده؟ في اب يسمي ابنه الطفل البريء الصغير شعبان؟ يا عم وانا هفضل طفل ما انا اكيد هكبر. لا لا انت باباك عايز يعقدك. يعقدني ايه يا عم؟ امال انت اسمك ايه؟ اسمي نجفه. أنا مش هرد عليك. لا لا ده الدلع إنما الحقيقي هشام. 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 بقول لك إيه ده؟ ايه؟ انت مال سنانك صفرة كده ليه؟ لا يا عم مش صفرة. لا انت بتاكل حلويات. لا والله العظيم. لا دي مش شوكولاتة. والله ده مش شوكولاتة. والله مش شوكولاتة. والله ده مش شوكولاتة. مش شوكولاتة. والله لا. أمال مين إيه؟ مش سجاير. إيه الطفل ده؟ إيه الطفل اللي أنا قابلته في الحضانة ده؟ يخرب بيتك سجاير. خد اقول لك على حاجه بما اننا بقى بقينا اصحاب. قول قول. انا هقول لك على سر خطير. قول. انا في واحده بحبها قوي قوي وهي بتحبك بتموت فيا. يا لهوي. اقول لك على سر اكبر. قول. بستني. البت دي معانا في كي جي 2؟ لا في رابعه حقوق. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل الاسطوره اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يا حول الله ده انت غريب قوي. لما انت في كي جي 2 وبتشرب سجاير وبتبوس بنات، اما لما تبقى في ثالثه ثانوي هتعمل ايه؟ هتزرع بانجو؟ يا عم بانجو ايه يا عم انت؟ يعني انا على فكره حبيب الله بجد. والله. ليه بتعمل خير؟ خير ايه؟ مش إيه؟ الاطفال احباب الله. ايوه انا طفل ابقى حبيب الله. صح. وانت؟ انا حبيبه العدلي. امال انت فاكر ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ باص المدرسة جه يلا نروح. يلا اركب اركب. بقول لك اركب وانا هعمل السواق. ماشي تمام يلا يلا. ايه ده ايه ده وقفت ليه؟ اشارة. اشارة ايه؟ ده كمين يا ابني. طب ارمي بقى الوزن التقيل لنتقفل. انا مهما اتخنت رفيع وانا مهما عليك مش فوق. يا زيزو. ايه يا يوسف؟ تعالى بقى انا جاي اهو. ميت تهلوتي ميت تهلوتي ميت تهلوتي. يلا بقى نشغل اغنيه حلوه كده ونقعد نرقص عليها. لا لا انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. الاغاني دي حرام. كل يوم تسمعني اغاني وتطلع حرام واخد ذنوب. لا 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 الاغنيه دي مش حرام. لا طب بص لو طلعت حرام قول لي هقفلها على طول. ماشي ماشي يلا. صاحبك. خلاص استغفر الله العظيم يا رب. يعني انا خلاص كل يوم بتسمعني ذنوب واغاني، انا مش عايز اسمع اغاني تاني. والله انت عقدتني في نفسي. طب اغنيه امبارح كانت حرام ليه بقى؟ يا سلام، وانت ما سمعتش كلامها؟ قال في البحر سمكه بتزق سمكه. ايه اللي في الادب دي؟ المفروض السمك ينفي باحترام ومفيش اختلاط. قالوا عصبت واقف صياد بسبكه. صياد بشبكه، ده صياد بقرون اللي واقف بينظم في المليطه دي. استغفر الله العظيم. انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. على فكره يا دي انت انت يا دي انت متطرف. يعني ايه؟ يعني ارهابي. يعني البوليس هيجي ياخدني من البيت كل يوم زي بابا؟ طب وبعدين؟ ما تقلقش خلاص، اصل انت صاحبي، هروح ادافع عنك زي ما بابا بيدافع عن المجرمين، واقول له يا سيد القاضي سيب زيزو، ده صاحبي والله ومعاه في الكلاس وحلو ومش بيعمل حاجه والله سيبه. كده الحمد لله الحمد لله. انت حبيبي، انت صديق وفي. انا اصلا فخور ان انت صديقي، بثق فيك. مالك؟ انت طويل قوي يا عم. طويل ايه ده؟ انا بالنسبه لعيلتنا عادي اصلا. كذب، ده انا اخويا الوسطاني من كتر ما بيخبط في النجف وسطه بايظ، وبابا مش بشوفه بقى، بشوف ركب معديه في البيت. والله عيله غريبه. طب هو بابا مش بيبوسك كل يوم وهو نازل رايح الشغل؟ ساعات بقى، بس بطل اطلع له في السباك وهو ينزل الشارع يبوسني ويمشي. امبارح واول ما شفتوش ليه؟ ماما كانت ناطره الغسيل والبوكسر بتاع بابا كبير قوي، قفل العماره كلها، محدش عارف يروح شغله بقاله يومين. ايه ده زيزو والنبي، طب ممكن ابقى اجي اتصور وانا باكل باباك؟ ان شاء الله. انت عارف مين اللي بيصعب عليا في العيله دي؟ مين؟ ماما. ليه؟ قد كده، بندوس عليها غلط واحنا ماشيين. معلش. بقول لك ايه، يلا بقى نلعب لعبه حلال بقى. يلا نلعب تسابيح. تسابيح؟ انت تسبح وانا ادي عليك. يلا زيزو. بس خلاص ما تعيطوش، اللي عرفت ان ما حدش هيعبرنا. يلا نلعب. ولا يا نور إيه؟ ما تقولش لشعبان ان انا مستخبي هنا. ها؟ حاضر. ولا يا نور إيه؟ ما تقولش لهشام ان انا مستخبي هنا. ها؟ حاضر. قلت له ليه يا حمار؟ هات. ايه ده؟ ولا يا شعبان، ياض يا شعبان، هات ياض السندوتش. ياض يا شعبان، ياض هات حته. ياض يا شعبان، ياض ما يبقاش كده. ياض هات حته. ياض يا شعبان، ياض. هات حته. ياض يا شعبان، ياض حته صغيره. ياض يا شعبان، ياض يا شعبان، هات حته. ياض. يا شعبان، يا ما تبقاش كده. يا ما انا بديك يا ده حته. يا ده حته صغيره. يا شعبان، يا شعبان. يا ده ولا امي. يا شعبان، يا ما يبقاش قلبك اسود. يا شعبان، هات حته. يا شعبان، يا ده هات حته. يا ما يبقاش قلبك كده. يا ده هات حته. يا ده احنا لسه متصاحبين. يا ده هات حته. يا ده هات حته. يا ولا يخرب بيت ايامك. خد يا عم يا ابن الكبل. الطفل ده، الطفل الاعجوبه ده، يخرب بيت ايامك. عايز ايه؟ بقول لك ايه، انتوا صيفتوا فين السنه دي؟ احنا صيفنا في مارينا. ايه ده؟ بجد؟ والله احنا صيفنا في مراسي. كزرة مارينا احلى. لا مراسي احلى. مارينا مراسي. ولا يا نور ايه؟ انتوا صيفتوا فين السنه دي؟ احنا صيفنا في راس البر. ايه ده؟ دي غابه دي ولا ايه؟ دي حته احلى من مارينا ومن مراسي، بس عشان انتوا ما رحتوهاش يا اخويا. يا عم اتمنى. ايه ده انا اصلا عمري ما سمعت عن حته اسمها راس البر دي. لا في، اصل بابا كان عنده ندوه شعريه هناك وخدنا معاه. ايه ده انت باباك شاعر؟ اه انا بابا هشام الكخ. ايه؟ اه يا لهوي انت باباك هشام المخ؟ اه والله. ده انت بقى جامد قوي زي ابوك. ايوه بص لسه كاتب قصيده هسمعها لك. يلا. راس البر يا راس البر، انت زيك بعد الشر. نقول تاني. لا راس البر يا راس البر، انت زيك بعد الشر، جايلك حابب مش مضطر، قمت صحيت الجو حر قلعت البنطلون. ايه ده؟ شيء بديهي. هو ده الشعر. اه طب على فكرة احنا بنعرف نقول شعر الباباك هشام واحسن منك 100 مرة. لا ما بتعرفوش. والمصحف بنعرف. طب وريني. قول له يا ده شعبان يا. اقول له. قول له. ايوه بخير. الشعر ده ولا مش شعر؟ بص بقى راس البر دي من الاخر. شفت بنقول شعر ازاي؟ راس البر دي كلمة عيب. ايه؟ عيب؟ لا راس البر مش عيب، راس صدر هي اللي عيب معروف. اعرف بقى المناطق العيب مش اللي من العيب. عشان انا مش هسافر معاك، مش هقعد اسافر معاك. حاضر. انت عارف يعني ايه راس البر اصلا؟ ها؟ عارف يعني ايه راس البر؟ ما عرفش ما عرفش ما عرفش ما عرفش. بص بابا ايه ده؟ جاب لي معاه سيف بينور وبيطلع اصوات. يا نهار ابيض بيطلع اصوات. اه طب طلع علينا صوت كده. بص بيعمل بيت بوكس ازاي؟ ورينا. ايه السيف المعفن ده؟ ما بيطلعش اصوات نظيفه؟ لا بيطلع. طب طلع علينا حاجه نظيفه. مانا 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 مانا. ايوه. مانا 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 مانا. لا 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 لا. بس 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 انتوا بتعملوا ايه؟ مانا مانا. لا 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 لا. مانا مانا. لا 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 لا. او 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 او. بس بس كده حرام. لا 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 لا. كده حرام. لا 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 لا. كده حرام. اقعد يا دي اهبل انت يا عم، اقعد اتنيل على عينك. هو في سيف بيعمل الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ايه القرف ده؟ تياترو مصر. تياترو مصر. بقى انت باصص لي كده ليه يا دي انت يا؟ انت ابوك مين على البصه دي بقى؟ انا بابايا محمد رمضان. ايه ده؟ الممثل؟ ثقة في الله هننجح. ده ما شاء الله ده محفظك بقى تقول ايه؟ ايوه. طب بقول لك ايه، باباك محمد رمضان فعلا؟ ايوه. مش ده اللي بيقول اديك في المطر اتمطر؟ واديك في رمضان بيبسي يفطر؟ ايوه يا عم هو ده بابا. ده جامد قوي. انت باباك مين؟ انا بابايا دكتور. ده بيدي ايه؟ ده يديك في الحقنه تعيط. اه والله خلي بالك. ماشي من الاخر. بقول لك يا ده شعبان. ايه؟ هات ميه ريقي ناشف يا ده شعبان يا. يا ده شعبان يا. يا ده شعبان مالك ماسكها كده ليه يا ده شعبان؟ يا ده شويه يا دري ناجي اموت من السبعه في المدرسه يا ده شعبان يا. يا ده بق ميه يا ما يبقاش قلبك كده يا دي الميه سوام يا تشويه يا شعبان يا تشويه يا شعبان يا ما تبوسهاش هات شويه يا ده هتخبى يا ده هموت يا ده هات شويه يا شعبان خد يا عم هات يا ابن الكبل يا منتن بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نرمي الميه اللي جوه الزمزميه ونحط خمره. ايه الطفل ده؟ ده طفل عدى كل الاعاجيب. يا عم اقعد بقى يا عم. انت مجنون. إيه؟ والله انت دماغك دي هتوديك في داهيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هات الزمزميه. والمصحف ما تاخدها. هات يا دي الزمزميه لا. خد يا دي لا مش هتلاقيها. خد يا دي الزمزميه. يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف. ايه عايزه ايه؟ بقول لك انا زهقانه وعايزه اخرج. تعالي نروح السيما. ماشي، تعالي نخش فيلم عنتر وبيسه. ايه الانحطاط الاخلاقي اللي انت فيه ده؟ فيلم امي يا عم. امك مين؟ سفيناز. يا بنت الجامده. ايه ده بس مش هينفع نخشه برضه. طب نخش فيلم الحرب العالميه الثالثه. لا لا. فيلم ابويا يا عم. ابوك مين؟ الثلاثي هشام وفهمي وشيكو. لا مش هينفع مش هينفع ندخل الفيلم ده. اقول لك على حاجه حلوه. ايه؟ ندخل الفيلم بتاعك انت. فيلم ايه؟ الفيل الازرق. انا مش هلعب معاك تاني. ليه بس؟ والله ما هلعب معاك تاني. والله الفيل حلو. يلا يلا. قالوا نلعب. نلعب. فتحيه وردة أنفية وردة فتحية وردة أنفية وردة هنا وردة وهنا وردة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 قطر قطر على قطر. أي أنت سايبة الشارع كله وماشية على القضيب يا غبية. حسبي يا ولية رجلك الزمن يا غبية يا بنت. عيني علي فوق كتفهم ومجبلين يا غبي قوم يا غبية لا بره يا غبية ايه ده هتفرقع اجري تعالوا عايزة اروح الحمام مش قادرة حمام طب امسكي نفسك كده هتزروطي الدنيا وتطرطشي علينا كلنا مش قادرة مش قادرة لازم اروح الحمام دلوقتي ايه القرف ده؟ حمام ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين الميس مش موجودة ما ينفعش تروحي وربنا ما اقدر لازم اخش الحمام طب خلاص خلاص هو انت مش لابسة بامبر زينا؟ صحيح ايه ده؟ انت بتلبسي بامبر زينا؟ بجيب اتنين وبفتحهم على بعض زي فقتنا القديمة طب خلاص خلاص يلا اعملي ماشي جالي خبر حلو؟ والله وعملوها الرجالة عشان كده عملوا البامبرز ايه يلا نلعب انا مش قلت ما حدش ياكل شوكولاته في الفصل تاني لغمت نفسك ونيه ساده بحب الشوكولاته ولا شوكولاته ولا زفت دقتها شنب شنب بس انت بقى عارف الشنب ده عامل زي ايه؟ زي عجلة الطيارة المفسية انت بقى ليه عندك شنب؟ علشان بابا عنده شنب وماما عندها شنب يعني بقى ايه انت امك؟ امال ايه بقى الولاد عندهم شنب؟ الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ظباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه. طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيله ملتزمه جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقنها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده انا بتشقت بقى. لا بصي انا ملبي الشنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي. ده وهم. شنبي. شراب. لا اقلع الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا، ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ ايه؟ انا هبقى مدرسه زي ماما واعذب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. طبعا ايه؟ امك. اسمعني يا باشا. انت هتدخلي لي قافي يا بت؟ معلش يا باشا. امي كانت فين من الساعة 7 ل 7:30 وانا واقف بستناك؟ كانت فين؟ انت قلتني يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. اقول يا باشا. قدامي يا بت على الاسم. قدامي على الاسم. ما تسويش رامي. امرني يا باشا. اعمل لي فنجان سيريلاك على مية ساقعة. حاضر. الغي يا اموله. انا بس اقول على كل حاجه. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وكمان زيد النبي صلاه. افضل صلاه وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي هيا بقى ايه في ولد جاي من مدرسه تانيه، الولد دوت امه بتشتغل نجاره وبتبني عماره. شوفي الشطاره. المهم يا باشا اسمعي على مقامك، عمته بتشتغل كوافير واسمها سميرة وايدها كبيرة. عليك نور يا باشا. هي دي حكاية ولا حدوتة ولا ايه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ ايوه كل ده لغز. يا باشا بس يا باشا واي كلام في الببرونة كده. يلا بنت قولي. اقول يا بس. المهم هيا بقى ماما قاعده مع امه وابوه وبتقول لهم هو هيحصل له ايه في المدرسه بتاعتنا. اذكر كم عدد كلمه ماما في هذه الحكايه. الله دي حدوته حلوه، حلوه قوي قوي. قوم يا بنت. بتهزري معايا يا بت؟ بتهزري في التحقيق؟ بص يا بت تعالي هنا، مش عايزه اشوفك صدفه والا هلفتك كعب داير على الكلاسات. حاضر يا بت. اختفي يا بت. ايه ده راحت فين؟ حلوه اللعبه دي. ده بدوبه تخيله. ايه عيد ميلاد الليله ده بدوبه تخيله. يا حلو يا كراوية. هو ايه اللي حلو؟ مش حلو والله. يعني ايه كراوية دي؟ بس كراوية ده حرام. حرام ليه بقى؟ ما هو مش بيعمل بيبي. لا بيعمل. ايه ده ايه فيه؟ بجد بيعمل؟ بس انا بغيره. ده حرام حرام عشان ده اصنام. ويعني ايه اصنام بقى؟ مش عارف، هو بابا قال كده، هو حرام. يا عم انت بابا كل حاجه ابوك هيقول لك عليها تقولها لنا احنا كلنا ولا ايه؟ بس يا تعبان عشان انت وباباك والسبكي هتخشوا النار مع بعض. ان شاء الله. يا هي كل حاجه حرام يد ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تمسكوش ولا تلعب بيه، ماشي؟ ايه بقى؟ ايه السلاح ده؟ ده سلاح التلميذ. لا يا عم ده مطوتي، جزء من شخصيتي. هو حرام يعني حرام. بقول لكم ايه يا جدعان، الواد ده والله العظيم شكله في ثالثه ثانوي في كي جي 2. ايه رايك بقى انت زي ما قال بابا قبيح شبه اهل النار؟ طب تعال والله لا تقلق. ايه ده ما تتلبوش بعض كده، بس بقى وانا مش موجود. خلاص 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 ما تتخانقوش. بصوا معايا ايه؟ مصاصه. مصاصه. انا كمان. المصاصه حرام. لا هي مش مستحبه. بص لساني بقى احمر ازاي؟ بس بقى عشان انا زعلان بقى. انت ليه زعلان بس؟ ده انا حتى هغني لك. لا بس بحب الغنى. الغنى حرام. هاتوا لي اكل. شكرا. ممكن بقى تغنوا بس تغنوا حاجه حلال يعني تواشيح كده حاجه خفيفه. يلا 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 نغني. قطتي صغيره واسمها نميره شعرها طويل ذيلها كثير. ايه ده ايه ده؟ دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ قطتي ياه قطتي ولا ايه؟ مو الصغيره ماسميش نميره ولا ايه؟ مو الصغيره ولا ايه؟ ماسميش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه مو الصغيره ولا ايه؟ ماسميش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي انا مو الصغيره ماسميش نميره انا مو الصغيره. انا بقول لك اهو. ما اسميش نميره انا بحذرك. انا بقول لك ايه؟ استنى انت من فضلك. اسام حسن لعب من غير خطه. انا بقول اهو. لا بجد؟ والله استخبوا يا جدعان. يا نهار اسود. استخبى ليه بقى؟ حتى هو ده كي جي 2. ايوه هو ده. هو ده الكلاس؟ هو ده كي جي 2. هو ده. طب اوعى طب يا عم. طيب يا عم. الله الله ده وحش قوي الكلاس دون. الله وفي ناس وفي ايه ده؟ وده ويا ايه ده الكلاس كمان. الله ايه ده؟ هو ده لبس برشلونه؟ لبس برشلونه. وعندي كمان اللبس بتاع اي اس ميلانو. وعندي اللبس بتاع البرازيل. وعندي لبس بتاع غزل المحله. ايه ده؟ ده انت عندك بقى كل الملابس. وعندي اللبس كله اصلي مش مثلا تقليد من اللي هو بيجيبوه. لا اصلي مش اللي هو تقليد يعني عارف اللي هو بيبقى اصلي مش اللي هو مثلا تقليد وكده. لا اصلي بقى كله. كل لبس بيبقى اصلي مش تقليد بقى اللي هو. طب هو انت ليه مش لابس لبس المدرسه بتاعنا؟ عشان عاوز كده. لان انا بابايا قاعد مع المسات ومع المساطر وقال لهم ان انا عايز اقعد البس اللبس اللي انا عايزه. وهم قالوا خلاص هو يلبس اللبس اللي هو عايزه عشان هو انا عندي اللبس كله. لان هو بابايا هو قاعد مع المسات ومع المساطر. تياترو مصر. تياترو مصر. انت باباك بيشتغل ايه؟ انا بابايا سيد ابو كريكه. اللي هو بيقعد يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا كل شويه. يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا. وفي واحد اسمه شريف اللي هو بابا برضه اللي هو كان جون. ويقعد يحدف عليه الكوره كده كانه بيباصيها بس هو ايه بيجيب فينا اجوان. بابايا اللي هو بقى ايه بتاع المنتخب. ايه ده؟ باباك بيجيب اجوان في المنتخب بتاعنا؟ ما هو مش عارف يجيب في المنتخبات الثانيه. طيب كويس. وهو اعتذر اصلا. اعتذر اللعب خلاص. امال ايه؟ بس انا بابايا ايه؟ وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مريم. ما انت مش صاحبة الفصل. انت مين؟ انا مريم. ما انت مش صاحبة الفصل. ايوه يعني اسمك ايه؟ مريم. بنت مين؟ مريم بنت مين؟ ومين كمان؟ انا هشام. هشام ازيك؟ الحمد لله. وانت ازيك يا هشام؟ انا الحمد لله. وانت عامل ايه؟ انا كويس. اخبارك ايه؟ ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الحمد لله. ننزل ولا ايه؟ تيجي ننط في البحر؟ هشام ازيك؟ الحمد لله. وانت ابن ميس من لميس؟ اه من صاحبة الفرد. انت ابن ميس من لميس؟ اه انا ابن ميس من لميس. يعني ابن مين؟ ابن ميس لميس. بتاعت ايه في الفصل؟ اللي هي صاحبة الفصل. اه يا صاحبة الفصل كله؟ اه. وانت عامل يعني بتشتغل ايه مثلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا هشتغل ايه؟ انا بابايا هو اللي بيشتغل. باباك بيشتغل؟ بيشتغل ايه؟ دكتور. لا يا راجل. والمتعب. لا يا راجل. اه والله العظيم. بيشتغل دكتور؟ دكتور اطفال نسا. يعني بيعالج البنات صغيرين؟ ايوه. لا انت باباك جامد قوي. اه. هو عندكم مين كمان؟ والواد شعبان صاحبي ده متشرس. ده شعبان. انا شعبان وماما حامل. مامتك حامل؟ اه وبتخبي الفلوس تحت الكومودينو. طب عندك اسرار تانية عن بيكو؟ برشم واجيلك. برشم؟ فظيع، طفل فظيع. ايه ده؟ اه والله، طفل بس ب 100 راجل. وعندكم حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكره عادش. هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده؟ ايوه. اللي هو مين؟ انت عزمي. عزمي مين؟ صاحبنا من زمان قوي. من زمان قوي احنا في كي جي 2. مين اللي هو مين؟ انتوا كنتوا فين؟ فاكر لما كنا بنغني مع بعض؟ ايه؟ اللي هي الاغنيه اللي بتقول البطه بتقول كاك والقطه بتنونو والمعزه بتقول ماء والكلب بيهوهو هو 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 هو. اه لا مش فاكركم. ايه ده؟ لا انا عارف اللي هو العيال اللي كانوا معانا، ما كنا بنقعد نغني وبنقعد نقول الكلب لولو يا ما قالوا له بلاش تقعد قط الجيران نو ده قط شاطر ناصح وماهر وكمان بيصطاد الفيران هو هو. ايوه هو 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 هو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه صح، احنا اللي كنا فاكرنا بقى. لا فاكر خالص. بص انا بقعد العب بالكوره ازاي واللي هو من غير ما ابص عليها، وبص ممكن اشوط فيكوا جامد كده وما تجيش في حد خالص. اه وانا مش علمك. عزمي عزمي. انا اميره. اميره انت مين؟ انا اميره وماما رقاصه. مامتك رقاصه؟ اه. طب قولي مصاصه. مصاصه. امك رقاصه صح؟ مش هي دي ولا؟ وانا يوسف وبابا محامي. باباك محامي؟ اه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. وانت طفل؟ اه. يا بختك، ده دور الطفل ده صعب قوي. حسيت باللي انت كنت عامله فيا؟ بس خلاص جيتولي في ملعبي. يعني اعرف اعمل طفل كده؟ اه اعمل. يعني ازاي طيب؟ بص اعمل كده بالزق. ليه طيب؟ هي كده بس؟ اه بس خلاص. يعني كل ما ابقى عبيط اكتر ابقى طفل يعني. يا اهلا، ازيك يا طفل؟ الحمد لله. طب باباك ايه؟ انا بابا محامي. بجد؟ اه والله. اللي هو بيقف جوه البتاع؟ ايوه بيقف جوه البتاع وبيقعد يقول إنه مصر وعايزين له مش اعدام. يا ومين عندكم تاني؟ انا زياد. وانت هتخش النار. اخش النار ليه؟ عشان عملت ايه طيب؟ عشان الكرة دي حرام. حرام ليه؟ عشان كرة كفر. ربنا يغفر لك. ايه ده يا طويل؟ وانتوا مين تاني؟ انا بابا ظابط. وانت اسمك ايه؟ انا الرائد كريم. رائد الفصل. ايوه. ازيك يا رائد كريم؟ عامل ايه يا رائد كريم؟ الحمد لله. يا وشنب بجد. يا عم الحمد لله. تعالى بقى. اي حاجه تعوزها قول لي. ده فصل حلو قوي. انا سميه. وانت سميه؟ اه. وبابا وماما مسافرين بره مصر خالص. يعني انت قاعده لوحدك؟ اه انا والداده بتاعتي. طب وزعت الداده بقى وهاجيلكوا بقى. ها؟ ماشي تعالى ذاكر معايا. قال يعني نذاكر يعني. ماشي يا سميه ماشي. شفتوا كانوا يعملوا ايه؟ مش قادر يا رب، مش قادره بس. حد يبلغ الاسعاف بسرعه. قتلونا ودوه. ايه ده؟ ايه اللي حصل له؟ الدبدوب ايه اللي حصل له؟ بصوا بصوا. ابعد 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 عشان البصمات. محدش هيتحرك. انا بقول لكم اهو لحد ما نلاقي مين اللي قتل كلاوي. قولي لي يا ليلى، الواد ده كان عليه اعداء؟ عليه اعداء؟ لا خالص والله. ده كان زيك. ايوه هنتخانق مثلا مع بوجي مع طمطم مع علم سمسم، ما هو عالم بقى. لا وهو انت فاكراه طيب؟ ممكن ما يبقاش طيب يا حضرتك. بص يعني هو ممكن يبقى مثلا اللي هو ده يكون مصاحب باربي وبيقابلها تحت السرير وانت مش واخده بالك. الدباديب دي عليها حركات قال عاملين لعب يعني، بس هم مش لعب، لا دول بيحاولوا حقيقي. لا كارابيا ما كانش كده، كارابيا كان طيب ومحترم خالص. لازم التحقيقات تبقى سريه، دي اعراض دباديب. انت صح يا صاحبي، وعلى راي سيد شيبه الله يرحمه، روح ما بعدك روح. سيد شيبه الله يرحمه؟ الله يرحمه. ياه وعمل ايه؟ مات خلاص اتدفن. يا حول الله. طب وهنعمل ايه في الدبدوب ده؟ لا لا لا، هو ايه السريه دي؟ اصلا في حاجه اسمها حريه صحافه. مفيش الكلام ده يا بنت. مفيش الكلام ده. ايه ده؟ انت عمالين تتكلموا وضهرك وسايبين كراويه بيروح مني، حرام عليكم. واحنا مش هنلحق نتصل بالاسعاف، احنا نشوف اي دكتور هنا، مش انتوا عندكم حد بابا دكتور؟ مين بابا دكتور؟ هشام يا هشام. هشام ايوه. هشام انت باباك دكتور؟ ايوه انا بابايا دكتور. ايوه انت ايه كبرت مره واحده؟ هشام ايوه هشام انت باباك دكتور؟ بابايا دكتور ايوه. ممكن اتصرف في الموضوع ده؟ ممكن نشوف ايه ده اول؟ أنا مبدئياً أبقى يا بنت الشرط. ماشي مش هنسوي بس. أيوه خلاص. مبدئياً قبل ما أنزل كده الدبدوب ده محتاج نقل قطن. عشان تبقوا فاهمين، استنى أما أشوف فصيلة قطنه إيه ده بقى. يا نهار اسود، لا أنا مش هعرف أكشف كده، أنا عايز السماعات لو سمحت. السماعات؟ اتفضل. مانا مانا لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مساعد حمار على فكره. ليه؟ هو مساعد حمار؟ يعني هو مساعد حمار؟ هو مساعد حمار فعلا. هو بيساعد مين؟ انا. وهو مساعد حمار يبقى انت ايه؟ يبقى انا حمار معروف. انت عادي فرحان. انا راجل يعني، وانا هخبي؟ حمار يقول على نفسه حمار. طب ممكن حد يقول له يا حمار؟ يا سلام. الدنيا يا ابن السماء. ادي الحمار السماء. ايوه هي دي. يا سلام. الحاله صعبه. يا نهار ازرق. ايه الدبدوب ده اتقتل؟ ايه؟ يا نهار اسود اتقتل؟ يا جدعان يا جدعان، مفيش حد خرج ولا دخل من الفصل، يبقى اكيد القتل موجود هنا. لا عزمي. عزمي؟ يا نهار انا؟ يلا نهرب يا هشام. لا يلا بسرعه. امال قلت لا ليه؟ عزمي ايه؟ لا بقول لك ايه، انا بابايا هداف المنتخب، انا ممكن اخليه ما يجيبش جوان. انا بقول لكم. لا يا جماعه حرام عليكم، ده عزمي حتى طيب، واحنا واقفين بنتكلم معاه من الصبح صح؟ مش كده؟ يبقى انا خلاص بقى هجيلكوا خلاص. يا جماعه يا جماعه، انا عرفت مين اللي قتل كراويه. مين؟ اللي من ساعه ما دخل وبص عليه قال اصناف. اصناف؟ اصنام يا حمار، اصنام. وبعد كده انا قلت اصنام بس انا واقف معاكم من ساعتها، انا ما عملتلوش حاجه. ايوه بس انت ما بتحبوش من ساعه ما شفته. وماله؟ يعني ايه ماله يعني؟ ايوه انت ما بتحبهوش، وانت اصلا شرير، وانت نوتي 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 كده؟ طب بص بقى، انا اللي قتلته، وعشان هو حرام، واي حاجه حرام في الفصل ده انا هقتلها. بس خلاص اعترف، والاعتراف سيد. بس خلاص هو فين؟ اعتراف. ايوه اعترف على نفسه خلاص. ايوه. والتانية ايه؟ مع سبق الاصرار. ايوه والترصرص. ايوه صح. يبقى هنقبض عليه ولا ايه؟ هنقبض عليه بسرعه. يلا هاتوه. باباك محامي؟ انا بريء. يلا هاتوه. انا بريء. اطلع، كنت عايز تهلب. اطلع. بس هو لازم نحاسبه دون. اقعد. لازم نحاسبه. تياترو مصر. تياترو مصر. ماما دايما بتقولها لعم سامي جارنا. اه يا جرايه، ده احنا كنا بنخرب مع بعض، بنرل مع بعض، بنستبح مع بعض، ده احنا نزلنا البسين مع بعض مرتين. مش مشكله، المهم ان احنا ما نتقفاش. ايه ده يعني ايه ما نتقفاش؟ ما اعرفش، بس ماما دايما بتقولها لعم سامي جارنا. انا زهقت منها على الاخر، بس بصي خلاص هيجي لها اخر الشهر وهيحكمها. مين باباكي؟ لا عم سامي جارنا. اه يا جراويه، يا كراويه، يا كراويه، يا كراويه، يا كراويه، يا كراويه، يا بنت سيبي الشنطه فيها كتاب دين، حرام عليكي فيها كتاب دين، ما تطلعيش الزمزميه. جيبيها المناديل. تعالي تعالي تعالي، يلا اطلعوا بره، اطلعوا بره عشان احنا عندنا محكمه بقى دلوقتي. يلا لا نحقق معاه الاول يا حاج ظابط، انا عايز اقول له حاجه قبل ما اتحقق معاه بعد اذنك. اه يلا روح روح. تعالى بص بص، تعالى تعالى يا زياد، وانت عمال بتقعد تقول ده حرام وده حرام، وانت كده اهو بتكرههم فيك. قال يعني انت لما تقعد تقول ده حرام وتقعد تولع وتخرب احنا هنحبك يعني وتبقى معانا؟ لا مش عايزينك تقعد تخرب، مش عايزينك تقعد تقول ده حرام. ها بص بص، ما دام بابا قال حرام يبقى حرام، مفيش نقاش. في يعني انا كمان حرام؟ كله حرام، لعب الكوره حرام اصلا، بتبين الركب والركب حرام. يعني انا كنت عايز ادافع عنك بس انت تستاهل بقى. عايز مساعده حد يا حزابت؟ نعم. يلا شوفوا هتموتوه ازاي. يلا يلا. يعني انت مش عايز تعتلف؟ لا. مش هتعتلف؟ لا. طب خد دي. برضه مش هتعتلف؟ لا. هتعتلف ولا اقعدك على الخلاره؟ ايه ايه الخراره دي؟ انا هجيب 2 دولس ستيك واكلهم واوصلهم بويفر فانيليا، احط عصايه تحت لسانك والتانيه انت عارف انا هعمل بيها ايه؟ ايه؟ هبدلها عشان بتكسب. برضه مش هعترف. ايه ده؟ الواد ده مش عايز يعترف ليه؟ يا باشا ما هو اعترف بكل حاجه اصلا. في دبدوبين مقتولين في غيط قصب في الصعيد والواد ده اللي هيشيلهم. بس احنا ما قبضناش عليه في غيط قصب. ما قبضناش عليه في غيط القصب، كده بقى في غيط القصب. برضو انا مش هعترف، التعذيب بتاعك تافه ومش بيخوف. يعني ايه؟ طب اختار طريقه. طيب بص، انت تجيب واحده من البنات اللي في الفصل بس تكون عزيزه على قلبي، اوكي؟ وتخلي رجالتك يتهجموا عليها، وساعتها انا هضعف واعترف، او اضعف واساعدهم، مش عارف. لا الواد ده يروح على المحكمه على طول. يلا نروح المحكمه. يلا نروح المحكمه وانا القاضي. يلا يلا. انا القاضي اللي هقعد احكم عليه. محكمه. سامع حضرة القاضي، يلا هنحكم عليه خلاص. يلا في محامي ليه ولا مفيش؟ نسمع شهادته الشاهد الاول. ايه ده ايه ده؟ انت باباك شغال ايه؟ محامي. اللي هو بتاع إنا مصر؟ إنا مصر. اه عشان كده انت عرفت. طيب انا عايز اسمع شهادة الشاهد. اشهد، قول والله العظيم، وقول الحق. أنا خلصت الكلام اللي عندي يا سيادة القاضي. بعد الرغي الكتير اللي هو قاله، إحنا هنضطر بقى نقعد نحكم عليه، وبس قبل ما نحكم عليه لازم يبقى في واحد مثلا بيقعد يدافع ويقعد يقول يا سيادة القاضي. مين هيقعد يقول يا سيادة القاضي؟ أشكر أستاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي أتاح لي الفرصة كي أعلن كل خطاياي أمامكم على الملأ. لقد أدركت قانون البزازات وتفوقت عليه، والأكثر من ذلك رضعت منه واتفطمت عليه. أنا مثال للمحامي الطفل برضه، أنا أكثر تفاهة مما يتخيل الناس جميعا. الناس عارفين عادي يعني. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا. أغيثونا أغيثونا ورضعونا وأغيثونا. يا والله صعبت عليا. اتأثرت فيك؟ اه اتأثرت فيا خالص والله. يا حكمت المحكمة على المتهم الطويل جدا بالحرق. هنولع فيه. ايه هنولع؟ حريقة حريقة يا جدعان. اسكت اسكت يخرب بيتك. حريقة يا جدعان حريقة، الحقيني. ايه يا عم في ايه اللي حصل؟ وانا ماسك المولوتوف وجاي يحدفه، راح خبط في الشباك اترد فيا، راح مولعني حريقه حريقه. اسكت اسكت بقى. الحقيقة مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت ماسك المولوتوف وجاي يحدفه كده، راح لبس في الشباك واترد فيا، راح مولعني حريقه حريقه. الله يخرب بيتك حريقه عليك، الله يخرب بيتك. وحريقه ولا ايوه. قول لي بقى مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا مذيعه من قطاع التلفزيون. ايه ده، مسبيري كلها جايه تطمن عليا. الله، قول لي ايه اللي حصل؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك والله. ايه ده؟ استنوا 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 استنوا، انا هجيبه انا هجيبه انا هجيبه. ايه اللي جابك المسرحيه دي؟ مش دي مسرحيات دخلت في بعض كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه ايوه ايه حضرتك ادوني. استني المبنى بتاعهم، حضرتك ادوني 300 جنيه. ايوه عشان خاطر اولع في عربيه الشرطه. ايوه طب ما تاخد 300 جنيه وما تولعش في عربيه الشرطه. لا طب حضرتك ينفع تديني 250 جنيه اولعها في العربيه وبعد كده اطفيها؟ طب خد 150 وطفيها. إيه يعني؟ مين اللي هيحاسب؟ اهي هي انت. ايه يا جدعان ده؟ يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش، انتوا اللي حفظتوا لي الكلمتين دول. انت هتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك انا اي حد هيجي يولع في عربيه الشرطه انا هولع فيه، انا بقول لك اهو. انت هتولع؟ اللعبه دي وحشه. عارف احنا نلعب عريس وعروسه. نلعب عريس وعروسه؟ عروس وعريسه. وانت تلعبي ايه؟ العب عريسه. تلعبي عريسه؟ من عند احمد حسنين. بتقولي اي كلام؟ ايوه اي كلام. يلا نلعب. مين احمد حسنين؟ الواد ابو الشعر ده. تلعبي انت وهو؟ طب واحنا نقعد نتفرج. ماشي يلا عريس وعروسه. جنجري 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 جنجري. انت بقى عندك نن في بطنك. النونة دي مش نونتي والله العظيم. نونتك مش نونتي، ونعمل لها تحليل دي ان قطن دلوقتي حالا. والله نونتك باينه في السمارة اهي. مش نونتي. نونتك مش نونتي بس هسقطها لك. ما تسقطهاش. هسقطها لك. هو عشان امك مدرسه تسقطيها؟ ايوه انا هسقطها لك. ما تسقطهاش. هو هيتكلم؟ ما هيتكلمش. هيتكلم. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ليه؟ ما فيهش حجارة. كلها تسكت. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. 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 هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت ولقيت اقرب ما ليك في الدنيا مش حواليك؟ لا مش حلوة اللعبة دي. مش حلوة اللعبة دي. احنا عايزين نلعب لعبة تانية. نقعد نلعب ايه بقى؟ انا هقول لك بقى نلعب ايه. نلعب ايه؟ يلا نلعب مسلسلات. مسلسلات؟ انا بحب المسلسلات. طب نلعب مسلسلات ايه؟ بتاعت رمضان ولا بتاعت شعبان؟ لا نعمل مسلسلات بتاعت بابا شعبان اللي هو في رمضان. اللي هو رمضان ابو شعبان. ايوه نعمل ده اللي هو اسمه ابن حلال. ابن حلال؟ نقعد نعمل ابن حلال. طب وانت هتعمله؟ يعني انت هتعمله؟ طب واحنا نتفرج؟ ماشي يلا تعال نتفرج. تعال نتفرج. انا هعمل دول هلا فاخر. لا انا اللي هعمل هلا فاخر. حنان هتجيب لنا العار يا ام جرجس. سيب البنت تتبحبح. تتبحبح ايه يا وليه يا سفلن؟ بقول لك البنت هتجيب لنا العار. يعني ايه المشكله طيب؟ وانا والله لو في سنها كنت خربتها. خربتيها بشنبك ده يا ام وحبيشه. يا ام حبيشه الحقي يا ام حبيشه. ايه؟ في واحد مخبي وشه ومداري نفسه خالص ومستنيكي في الشقه. مين؟ حبيشه. حبيشه مات يا مسخر. لا ما ماتش. مات؟ والله ما ماتش، انا شفت الحلقه كلها على اليوتيوب. حبيشه عايشه وليه يا موزع؟ طب يلا. والمصحف عايش. حبيشه يا صاحبي. حبيشه ولدي امي ايه ده يا امي؟ اتوحشتك جوي يا ولدي. ايه ده؟ اتوحشتك جوي يا ولدي. عامله ايه يما؟ الحمد لله. بيقول عليا اسود يما وشبه الميكروباص المحروم. ليه ياما خلفتيني اسود؟ يا ولد احمد ربنا، لو كنت اعتمدت على ابوك لا كنت جبت ابيض ولا اسود. عندك حق ياما. انت ايه الداخلية يا صاحبي؟ الداخلية الداخلية يا صاحبي. ما تقلقيش. الخارجية يا صاحبي. الخارجية يا حبيبتي يا صاحبي. ما تقلقيش ياما. السياحة السياحة يا صاحبي. ما تقلقيش انت يما، تعالي بس انت الداري. يا مرحب بالداخليه. ايه يا حبيشه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم بس مدوخنا، ادينا جبناك يا عم الصايع. اشهدوا يا اهل عزبه الصعايده، الداخليه جم لحد هنا وما عملوش حاجه، عادي. واشهدوا اللي مع صعيدي يتورط في سجايره هيفرط. صباح الفل يا باشا. الساعة كام ياما؟ الساعة 7. الساعة 7 ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ السجاير دي مش حلوة. مش حلوة؟ انت كنت هتقول ايه؟ مش انت عايز ايه انت؟ ايه؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ لا مش هقتلك، بس ايه اللي في ايدك ده؟ ده مسدس. المسدس حرام. يا عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولدي. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا حبيبتي يا صاحبي. عاصم يا بتاع عاصم يا بتاع هموت نفسي يا حبيبتي. عاصم يا بتاع في ايه يا حبيبتي؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. انا حبيشه يا صاحبي. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. ايه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. طب ما متش؟ لا الحمد لله. طب ماضي كام حلقة؟ 30 حلقة قاعد بتناقش. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روق مخك يا صاحبي. ايه ده دلع؟ أنا مسكر. اتدلع يا حبيشة اتدلع. خلاص طالما غيرت الأحداث يبقى أنت اللي هتيجي معايا الكباريه. هاجي ما أجيش ليه؟ بقول لك إيه يما؟ أيوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولدي. لقيته حنان يا حبيشة؟ ايه؟ اغسل عارك وهاتها ملي عيني منيه ماشي؟ بتخوفيني ليه يما؟ بتخوفيني ليه؟ يلا يا مسكر. يلا يا صاحبي. حنان حبيسي. يعني بعد ده كله ماتت من الخضه؟ ايه الغباء ده؟ تعالى نسكر شيء. نعم. اشيل ايه يا حبيش؟ انت اتجننت في مخك يا صاحبي. اشيل ايه يا عم؟ خد اكتب الرقم ده. قول 0 1000 2000. ده رقم ايه؟ الونش. انت جاي تهرج؟ يا صاحبي اشيلها ازاي؟ لازم نودي حنان امي تشوفها. ما تشوفها، انا مال امي انا. خلاص انت يا امي تيجي هنا اسهل. طيب يا ام حبيشه، يا ام حبيشه، في ايه يا مسكر؟ هنعمل المشهد ده هنا عشان مش هنقدر نشيل حنان بنتك عشان لقيناها. لقيتوا حنان؟ ايوه، وغسلنا العار وغسلنا هدومها، ريحتها تقرف يا صاحبتي. يلا حنان، حنان جايالك يا بنتي، حنان حنان حنان، قومي اعملي شاي لحبيشه يا حنان. حنان حنان يا بني ادمين، ده اصلكم طيبين، ومهما العمر طال بيكم مسيركم للتراب راجعين. دنيا وقالوا عنها زمان ماليها امان، وما بتعملش اي حساب لمال ولا جاه ولا لسلطان. لما متحسش يلا يا دي، يلا ابوك مات مبلول. ثقة في الله هننشف. حلو قوي. حلو المسلسلات ده، احنا نقعد نعمل بقى مسلسلات طول الكلاس بقى. لا لا اللعبة دي مش حلوة وحرام ومش هنلعبها تاني. ليه يا عم؟ انت كنت عامل ظابط وكنت ماسك مسدس وعمال بتضرب الناس. لا انا مش عايز اعمل دور ظابط. وانت عايز تعمل دور ايه؟ انا نفسي ابقى اكبر كوات في الوطن العربي. لا لا بجد بجد، انا نفسي افجر نفسي وادخل الجنه، ابقى ارهابي. يعني انت عايز تبقى ارهابي؟ اه. وتفجر نفسك؟ اه. ماشي، احنا هنخليك تفجر نفسك، بس تفجر نفسك بره الكلاس. ماشي. ما تفجرش نفسك جوه الكلاس عشان احنا مش ناقصين. هاتولوا المتفجرات، هاتولوا المتفجرات بسرعه. لفوا المتفجرات، خد لفها دي حوالين وسطك او حوالين رقبتك او حوالين اي حاجه. يلا هفجر نفسي. يلا روح فجر نفسك، يلا بره الكلاس. خلصت منه. خلصت منه. خلصت منه. خلصت منه. ايه ده؟ استنى. ايه ده؟ مين؟ أنا زياد، افتحوا لي بقى. يا زياد أنت مش فكرت في نفسك؟ مش عايزينك في الكلاس معانا خلاص. إيه ده؟ لا لا افتحوا لي وأنا مش هقول لكم حرام وحلال خلاص. لا خلاص روح أي حتة تانية غير الكلاس بتاعنا. أروح فين مع قطر اتملت أساسا؟ روح تركيا، روح أي حتة هناك، سيبنا هنا، هو إحنا مش عايزينك يا سيدي. حلوة اللعبة دي؟ خلصنا من زياد؟ نلعب بقى براحتنا. لا ثانية واحدة، ثانية، احنا لعبنا كتير قوي، احنا تعبنا. يعني نعمل ايه؟ يلا ننام. قبل ما انام في حاجة